حضراتكم انا يعني ايه، اسمحوا لي كده في اول المقدمه كده واخش بعد كده على الموضوع بتاع حلقتي النهارده. انا رحت حضراتكم من حوالي 4 3 ايام كده رحله الى الساحل الشمالي، كويس؟ فانا رايح ليه الساحل الشمالي؟ طبعا باخد طريق مصر اسكندريه عشان اعمل شويه حاجات كده، ورجعت يعني قعدت تقريبا 48 ساعه 72 ساعه حاجه كده. يعني عندي ملاحظتين. الملاحظه الاولى، والحقيقه الملحوظه دي بقالها سنين نفسي اقولها على الهوا في يوم من الايام يعني، فجات الفرصه ان انا اقولها النهارده. حضرتك ليه بعض من الشعب المصري وهو سايق بيبقى طول الوقت نفسه محدش ياخد منه الخانة الشمال؟ يعني تحس ان هو لو ساب الخانة الشمال او الحارة الشمال اللي على الاخر دي، اللي هي المفروض تكون متسابة عشان الناس اللي عايزة تمشي بسرعة، او الناس اللي عايزة تعدي من شخص من عربية لعربية، المفروض ان الحارة الشمال دي تكون فاضية، يعني تطلع وبعدين ترجع تاني تاخد الخانة اللي بعديها وتمشي بقى زي ما انت عايز. عايز تمشي بطيء تمشي يمين، بس ما تمشيش على الحارة اللي هي سرعتها المحددة اللي هي المفروض 120، تبقى ماشي طول الوقت على الشمال. ممكن بعض الناس تسمع الكلام ده وتقول ان كلام ايه، كلام التافه اللي انت بتقوله ده اشرف، بس دي حقيقة ويترتب عليها كثير من الحوادث. انا مش المفروض ان انا وانا ماشي وعايز اخرج من عربية اطلع من عربية، المفروض ان انا بضرب اشارة شمال وبعدين ببتدي اطلع منها شمال وارجع تاني يمين. مش المفروض ان انا افضل زي ما بيقولوا اعمل غرز ما بين العربيات وبعضها، وفجأة يعني تحس ان احنا في السواقة في مصر بنحب نعمل مفاجأة للي ورانا، بنعمل له مفاجأة، فجأة انا بقيت في يمين، فجأة بقيت شمال. طب يعني في حاجة اسمها اشارة، اللي هي اشارة يمين واشارة شمال، والحارة اللي على الشمال دي دايما يا جماعة نطلع من الشمال. تحس وانا ماشي يعني طول الوقت عمال ازمر في العربية وعمال اضرب قلبات نور، يا جماعة خليكوا يمين، يا جماعة خليكوا يمين. المصيبة ان هو بيبص لي وكأني انا يعني عملت مصيبة، يعني انا اللي غلطان، انا اللي غلطان. انا بقول له حضرتك امشي يمين. الموضوع ده على فكرة على قد ما هو ممكن تكونوا شايفينه تافه، على قد ما هو دي اساسيات السواقة، انك تطلع من الشمال مش من اليمين. والكثير والكثير من الحوادث بسبب هذا الموضوع، مش عارف ليه. يعني 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 دعوة لوزارة الداخلية وإدارة المرور، أنا عارف إن هم في الفترة اللي فاتت عاملين يعني إيه، عاملين عقوبات كثيرة جدا وعاملين يعني قوانين صارمة في الكثير من الأمور الخاصة بالمرور في مصر، وأيضا استخراج الرخصة دلوقتي ما بقاش بالسهولة زي زمان. لبعض الأحيان للأسف الشديد كانت الرخصة بصراحة تامة، كانت بتجيلك لغاية البيت. فهذه الأمور خلاص انتهت، يعني دلوقتي بقى فيه إصرار على أن الواحد لما ياخد رخصة لازم يكون فاهم يعني إيه سوق، مش مجرد أن أنا بدوس على فرامل وبدوس على بنزين وخلاص. في قوانين للمرور لازم نفهمها ونحترم الآخر ونحترم اللي قدامي واحترم اللي ورايا. ما عملوش مفاجأة، يعني مفاجأة أنا يمين مفاجأة أنا شمال، يعني حاجة تغيظ بصراحة. يعني اسمحوا لي ان انا يعني كنت ماشي طول الوقت اعصابي مشدوده بسبب ان الناس مش فاهمه ان لازم تمشي يمين. لو عايز تمشي بالراحه امشي يمين مش شمال. دي اول ملحوظه.